صباح الخير. الله لا يسمحك بالخير، لك الله لك على جاب الغرا لك. انا شو عملت لك؟ بتطلع لي دار انت؟ لك شبك انت جاي قبل الضوله هون؟ شو في؟ ما في بالعاده تبكري كل هالقد. بالله دخيلك. من انت كنت جاي قبلي حتى عم تتفلسف يا بعدي؟ هلا ما رح رد عليك، ينفحم قلبي من العطش. شو هاي المي بيحطوها لمين ما كان؟ بتنشرب ببلاش هاي المي، مين ما كان بيشرب منها؟ حبك برص، حبك برص، صحصح معي، ركز، ركز، هدول الميات لسهيل أنا حاططهم، بركي إجا عطشان، بعدين المي هلا عم يشتروها بمصاري. أعطيني بوسة. شو؟ هلا بعبيله بدال، أعطيني بوسة. بوسك حية بسبع روس إن شاء الله، ركز بلك سعيد، ركز. خلص حبيبتي هلا بعبيله بدالها، شو فيها أنت ما تكليها؟ حبك برص. من وين طلعت لي؟ من وين طلعت لي؟ كل ما بدي اشتغل شغله بتنزعلي اياها، الله لا يوفقك، يعدمني اياك بليله ما فيها ضو قمر. عصبي قد ما بدك عصبي، بيلبق لك، بس اعطينا بوسه. صباح الخير اخ يا حلوين. الله لا كان جابك، الله لا يصبحك بالخير، شو معير انت؟ صباح الخير. صباح النور امر. شو بكون اصواتكم كانها طالعه لبرا هيك سمعت انا؟ ما في شيء، لا يكن لك فكرك، انا رايحه اتكورة قهوه بالبوفيه. طب مالك هلا بنوصي على قهوه من يليك بقتلك. شو بدك قصه؟ انت واحد غشيم فعلا. انا غشيم ليش؟ شو ساوي؟ شو ساوي؟ لك مالك حاسس انه افتكار بتحبها؟ افتكار بتحبني؟ بعمرها ما قالت لي انها بتحبني. شو الحكي؟ لازم تقول لك شو تكتب لك اعلام بالدليل انا احبك؟ مالك شايفه شو عم تعمل؟ شو عم تعمل يعني؟ مالي بلا. تعرف استاذ ليش كان طالع صوت اليوم؟ ليش؟ لا تخبرني، قل لي ليه. حضرتها محضرت لك كاسة مي إلك خصوصي، وقمت اجيت انا شربتها مشان هيك انزعجت. شو هالحكي؟ الله يتابعك يا طالع، هي كل يوم تساوي هذا الشيء؟ لا مو كل يوم. ما عرفت ليش عملت هالشيء مشانك خصوصي؟ مشاني انا عملت هذا الشيء؟ طبعا هي دائما بتساوي هذا الشيء. بعدين يعني مو غريبه هي القصه، يعني انا زميله. وانا زميله. طيب يعني انت اللي فهمني، انا ما عم بفهم عليك بالضبط، انت شو 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 قصدك يعني؟ هلا ركز معي وافهم حاجه تقطش، اسمعني منيح، واضح انه هي بتحترمك وبتحبك وعم تخصك لك بالمشاعر. شباب يا رايدني انا ريدك، ويا طالب الابعاد من الجفا بزيدك. طيب شو يعني؟ وضح لي شو تساوي يعني مثلا. لك شو تساوي؟ عم اقول لك بتحبك هي المخلوقه، مالك حاسس انها بتحبك؟ ويعني بصراحه سعيد لا احرجتني، بس هي بصراحة انا حاسس يعني حاسس، وصدقني اذا قلت لك كذا مرة شفتها بمنامي، كذا مرة هيك شفت منامات رومانسية كتير، وحزيت وشوفها بمنامي عم تساوي يا سعيد. عجزت شوفها بمنامي عم بتقول لك الله لا يصبحك بالخير، لك الله لا كان جاب الغنى، لك شو معير انت؟ شوفها هيك عم بتقول لك يا سعيد هيك وقلبي يفرفش. بعدين انا تداولت منه كتير هذا عصام لما صار سري مري جاي لعنا على المكتب وتقعد تطعمي بي. اطفي حالك مشان اعرف كمل. طفيت حالك؟ شوف اذا البنت عجبتك اتكل على الله، الله لا يقيمك. يعني فاتحها بالموضوع؟ لك ايه فاتحها، ولا تخاف مهما كانت النتيجة. طيب بركي رفضت؟ لك واذا قالت لك لا؟ لك شبك انت ايها الغريق، ما خوفك من البلل؟ خلاص سعره بسعر كل البنات اللي قالوا لك لا، هلا وقفت على الشليمونة. طيب انت برأيك سعيد باعتبار انت عندك خبرة بهالموضوع، ايه ما تفتحه؟ هلا دق الحديد وهو حامي بوشك على البوفيه، بتروح لعنده وبتقول له اسمحي لي اعزمك على فنجان قهوة بشي محل، يلا حروق. على مسؤوليتك. ها على مسؤوليتي، وخد له الشنتاية معك. اوام صافحني. يلا معك انا، روح معك. لك استعجل لا تصير لبخة، فاتحها بالموضوع دغري. ها الله لا يقيمك.